في عمل دارين نقدمه. ايوه فحنشوفه ونشوف وين نبرفه وايش الاحتياجات. ندعمكم والله. سفاره سودانية ملحق الصغافي، رساله لك، اقف مع الجماعه ديل اكيد والناس، واحنا عايزين احنا مسرحنا احنا ينافس مع المسارح الاخرى وننافس ونطلع بالسودان. وهو قال كلمه جميله، الشغل ده للسودان ما له شخص. انا كمان أبدأ. برضو بقول لكم عندي لكم معمل مسرحي انا حكون مخرجه ان شاء الله. نهد الممثله. لا لا، عندنا ممثلين انا ومعي واحد ثاني. في حاجه ثانيه ما اشرت ليها اللي هي وحاجه مهمه جدا اللي هم الشباب، حاسس ذكرناهم. لا في حاجة يعني أنا لاحظتها حتى، يعني في شباب عاملين من تلقى نفسهم التراث كويس، عملوا يعني مسرحيات وسجلوا. هدول كيف أنت تجذبهم؟ دول في اليوتيوب الآن. أنت عندك مظلة عندها تاريخ عظيم جداً اللي هي فرقة المسرح السوداني بالرياض، جيبهم خليهم